إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فهم كسو جنّي تفسير القرآن الكريم كها ودرسي جنّي بقول يسدد النغاب باللابان أي آيات داشن يطبنات من سورة الصبا قال الله تبارك وتعالى لقد كان للسبائن لقد والله حقيقة كان وحا أصبنا بي لسبائن غير سبا في مسكنهم قرغو دحال أي كسوغيهين آية علامات أي أصبناتي جنتان لبا بيراد أي أصبناتين لبا باس بيراد عن يمين عن يمين الوادي وادي أي دقنايين ملك تيسا كسوغان إيا والشمال شمال الوادي وادي أما الضوحاد أي دقنايين بدي حديدا كسوغان كلوا من رزق ربكم قيل اللهم وحال لغيري كلوا عنا من رزق ربكم ربكم رزقي سعنا وإنكم رزاقي واشكروا كنا شكريا له ربكم الناس كنا شكريا ورزقك سيكون عابودا بلدة هذه مدانة دكانت بلدة ومغالة مغالة داسو طيبة ونكسن والرب والله علينا الرب والرب ربي غاسو غفور دم داف بضان فأعرضوا غير صبا وكتشستين عن توحيد الله وعبادته اللينا كلي يلان وكليس عبدا وكتشستين فأرسلنا وحام درمي عليهم دو شوبة سيل العرمي وذيق عرم لبيه جري بعد كيسي أيام كدرمي وبدلناهم وحنو بدلني بجنتين لبدو دي بيروت جنتين لبد بيروت أنو بدلني لبد أس بيروتو دواتي وكل مرأة صاحب مرأة سخمت حرار إيا وأفل جيت كبور كليرا إيا وشي شي شي غاسو من سدر قبع قبع كاسو قليل يرق ذلك بدليدا لبدو دي بيروت لبد عن لوغو بدلي أنجزيناهم كأبال مريني بما كفروا بسبب كفرهم قالوا بيد أي قالوا بين سببتي لنصاص كأبال مريني إلى وحول سبحانه وهل نجازي أميان أبال مرينا إلا الكفورة متك كفرين تبضان النمعاد إلهي كأبال كدعما هني إله سبحانه وتعالى وحما قور رمي آيات كان تطو انت أنم إيهي ونعم يدون لسيي ليري الله كعابدة كدبنا الله سبحانه وتعالى نعمتي سي كعبال كدعي وأن الله كعابدنا مخلوق كعابدي إلهنا كدب سبحانه وتعالى وكقاطي سبا نبقى اللويدية صلى الله عليه وسلم حديث كمسند كإمام أحمد يقير كيس باي وريين وكسوغان مسند كإمام أحمد نبيك اللويديه وحالة السبا موادية مننا محويه نبي وحده وانين سبا حضات مغشان سبا وانين مبعيس تران ويلو دالاي تران كي ويل أفر كميدا شام اي آدين شام اي اي آدين ليح كميدا ايامان اي دقينو أصل اوضاق ميشو دقناء هل كاس اي دقين مركا واتران كاس اوضاق اي دالاي ايا سبا اللديه جري طبعاً كاس أبغي دلعي أيها الذي تري وحويان سبا يمن واحد دقي أزد يأشعريين تابو موسى الأشعري وكذا شيء حمير يكند مدحج يأنماخ كواس أيها دقي وحا حق شام هذا اللخم جدام عاملة يغسان ونمك قساسين هذا اللي رادقه مركا
السبع وانين سداسة ونمان كيامان تا وحوين أسل قضي أي كصفر عمين وي إله سبحانه وتعالى مركا وقلنا قوة رميا نعمتي أسيي إيا أوامرتي لسيي إيا أوامرتي إلهي سيدي قطنتين إيا سيدي أدونك لقو أبال مري إنت عاقرة باللقاري إلى وغري سبحانه لقد كان لقد حقيقة كان وحاوصنا ذي السبع إن غير سبع في مسكنهم غريغو دي حاري كسوغنا دين ديگان كودي اي دقنايين اي يمن ايبو كسوغنا وحاويان يمن اي دقنايين ولبا معرب ميشا اللي رهدي دقنايين هالكاسا ديگان كودو احا وصدق بوحا لدي سد معرب الميجو هالكاسا كوية لمعرب وانا مقال عانو اللي يقان مركا في مسكنهم غريغو دي حارو كسوغنا دين حاري كسوغنا دين آية علامة أصناقة علامة لغو إبرقاته أو قف كسته أو وحويان عقل له أو إيمان له أو وحكو فهمي كره علامة لغو إبرقاته أو قف كسته أو عقل إيه إيمان له أو وحكو فهمي كره أو وحكو صيدة آية دا سيديه آية دي إلهي نوشيغي چانة تاني أصناقة كبدره آية دي وحي تهي چانة تاني لبدره لابد از برود و این یمینی، ای یمینی الوادی، وادی که ادغناهیان میبکتی سکوسوان، ای و شمالی، شمال الوادی، وادی که ادغناهیان بدحیسه. مل دوحه ادغناهیان اما وادیه. مل شاس مرکا، دن کمیدی گردن و حکم مرا بیاره. دن کبیدی حاضرنا و حکم مرا بیاره. مرکا لابد برود و کلی گردن ما هم. ای میدی گردن و حاوی مگر بیاره ویلی. بيبي حاطنا بيرق ويلي ساسا اللي ورتشي ده إلا رب بيرق ده ضطنا ميل ده جن هاي كتره سيدا سوي سيدا اللي ورتشي ده مركني أنت سهستي بيرق وبحاء بقاد وعرا صنعة مفسرين تو واحد يردن مو كسر العجيب بدن وها وح أو وح عيانك إيه أما ضطك عنا أما بيرق عنا وح وين ملحين متنا ملك كتان ملك وح وين كنا عم ملك وح وين بحالك لو عنا بيرق ملك وأقول إسكن نبات بيرت وإسكن بحياة قفكين والنبات جاي ووحا وين عفات في سوافي عين كورو قيل اللهم وحا الغيري كورو عنا من رزق ربكم تبقين رزقي سحقي سكعنا واشكروا كرة شكرية له ربك وحا ليرين تعن تان تبقين كرة شكرية شكرية معنى هذا وحا وين قلبك إني كاعترافان اللهم منعم كا متفضل كا نم عده أقلي عرب كان الحمد لله أي كي رهبان دا عضا علينا أي حبنه هذا إلهي وكل عبدان و الله أني أم تنسيي أي دقالها أن أذيك سدان دا عضا علي دا عضا إن سيدا سالي رشوك وحكا استقو إلهي أني أم وكسيي صدح دا سالي رغبا شكري من حميد وصال وحوين إني دا عضا علي أذيك سدان مالكا إلا مرتا دا عضي مالي أباهنت دقالي أباهنت إن بضانو كميد معاصدون مالي أباهنت مركن من أنت عن الله إنسية دع هذا الله وأديك سد الوجه وربي وشكرية إيه ربي هكون عاصين من هذا إنسية وهل يري بلدة وخبر متدية محدود فهذه تنو بلدة ومجال مجال هذا صوت طيبة ونكسة ليش أنا دقنتين ومجال طيبة أونلاين أيام يا وحدة كعنا بهالله يد بعض منهم ملك مجال عرسنه ونكسة وين أن وحوى النفط يبرتين طبعا فعيرة إلهي إني سيوان نعك الشكري إلا بلك عرسنك ونرشق نفتك ذكرته إيا ميشا عيانك له إيا وحوين أنقفك كنه لكن اسم الله ونمع إلهي إلا دوفا أنت ملك بلدك ويقضي ملك عيان يقبهو والرب والله ألينا رب والرب ربي قاس وغفور دمي دافضا ترى وحوين كسي عجيبا نعم الهيستان إلهي كو عابد لي وحبيه كالتمارك قبل إني دفان إلا وابن آدني وصلى الله وتوكلنا وعلى الدم دافضا ما هم الله مركي قفير من كدع وقبضه من كدر دجيني ما هم نعم تنعونا كو عابده هدي قفير من كدعه هقو صنينا إلهي وصلى الله وتوكلنا سداس اللي سداس مركي لبن آدم كو الجزاء إنسانكو وكفور وأبا الكدع بدني قال تعالى إله وحيري فأعرطوا ويشيستين وحي كيشيستين عن توحيد الله وعبادته توحيدك الله الله إني عبادة أكلي يران الله إني عبادة أكلي يران أي كتشستين ووحوين أي الله سنعمتن أقرأي عابدين وي كتشستين وي كتاقين
waxay gaareenba inay qoraxda iska caabidan ah suuratu an-namiyya lagu tagi doona qoraxda iska caabidan fiir bal qorax waxay keen ayaga ma abuurin beer ma keenin badar ma tiinin waxay u soo ayada adoon qoraxda qoraxdi iska caabidan inta alla ka cibaadada ka qaadin fiir suuratu an-namiyya ma wuu imaanayda inay qoraxda caabideen soo ma jeedid oo ruuhudki waxa weeyaan markii uu nabiyullaahi suleyman warbixinta siinayay wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillahi khair sabab waxaan ogaaday waxa weyn islaamta waxa weyn balqiisa ee boqorada ka ah iyo ayaguba inay waxa weeyaan u sujuudayaan qoraxda alla ka sokay wa zayyana lahum ash-shaytan a'mala shaytana ana a'masha sukhri warbixintu saasay ma u iman warbixintu hududku dhibay saasay marka qoraxay u sujuudeen shaytana u qurxiyay sidaas yeeleen taasa marka waxa weeyaan ilaahay noogu ramay halkaan wuxuu yiri fa'aradu way ka jeestay ilaadadii alle iyo tawxiidkii fa'arsalna waxaan dirnay calayhim dushooda saylal arim arimka mufasiriintu dhowr qowl leeyihiin laba qowlaan ka soo qaadanayna qowl wuxuu leeyahay arimku waa baadka xoogga badan biyaha xoogga badan weeye markaas waxaa tiraahdaa saylal arimi baadkii xoogga badna waxa weeye biyihii xoogga badnaa baadkooda marka سائل العريم بيه داتكو كاسا وحويا ايان كو صوتكنا سائل العريم بيه داتكو دي العريم كي ان بيه كفصرني بيه حيوك فضان اللي راد وقو قونا وقوليها ما يعريم كو وحا اللي راهدا وواديق بيه مباشي كوچرين إلا واناقي الشيخ نبيه حرانا هايستي وحويا وحي هايستي نمان مضحة او وناكسن او مصالح دا امد كفكر إلا موقتها امدها مدحدو دا اللوكال اه mid wuxuu ka fakaray un kaliya awl ba ma joogi jirin oo dadkan wax ku mi jirin barina xukumi maydid ee afarta bari ka tabco afarta bari bal meel wax dhig ah meel wax ka dhig meel bal guri ka dhis meelna bangina wax ku shub xoora ka jafjafo waxa weyn ilaahna uga ma xishoodo aadina uga ma xishoodo naxariisna mar allahna kama baqo aadina uma naxariisto waxa ilaahay ku waaso kale ku salidaa man xayaalka dadka zaliminta ah dadka zaliminta kuwaas waxaan ayay madax uga ma dhigo وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وحوين ضدكم مكاي ظالمين نحريس الله ويالكا سوكرا إلهي كسل لذا ما ندحك رتو ضدكي وظالمين إن إلهي مدعون حقودي كاسي اسكلي ما ندحي شعبك وحوين أي نغضان ظالمين إلهي مدعون ظالم أن ربنا أغبق رأ ضدكنا أم حريسان وكسل لذا وإرمان وراسي ميش أكتور موجي ده مركا أيها كواس إلهي كمسل لذي نمو وناكسن oo masaalixda ummada ka fakaray ilaahay u diido markaas ay waxay leeyihiin mufasiriintu laba buurood oo waaweyn ee biyuhu iska soo rogmanay roobku markuu yimaadana buuraha dhan ay ka imaanay labadaas buurood ee biya ka shubma biyo xireen ay markaa u sameeyay biyo xireen u sameeyay biyo xireenka markii loo sameeyay biyahay halkaas ku xireen banu aadanka hormarkooduna waa biyo hadii biyuhu ka waxa weeyaan farsamo xumoobaana halaga ummada weyn biyo marka halkaas ugu xiran yihiin saacad kasto loo baahdo biyo xireenkaas waa la soo furaa markaas beeraha lagu waraabsana saacadda ay biyaha laga wax weeyaan dantii laga gaaran waa la iska xiraa marka markay yimaadaan dib keenin maayaan marka loo baahdo waa lagu dheefsana sidaas ay tahay halkaas ugu xiran halkaas ugu xiran markii ay nimcada Alle ka jeesteen Ilaahay weyna subhana wa ta'ala biyo xireenkii ku soo daay illa mar rabbi Ilaahay soo daal cid ma xiri kartay إذ ما حركت دوت ربكي هو رأتنا وعدنتي ميت كريتا وحبي ميت من النحابة وان كان نحن سيدي وحي هو لو استعمالها يبالكي بسوء قصد بي حرينك واكنا إلهي وكو سود دي خلاص إذ كده وحكا ليتراني دمان وحي بير ما يشكو يلي ذاتك يا قادر بي موقتها هذا إيجا لغا الشقين الله حيرين إيجا بابينا أمد إيجا ده هلاغة بلفتكو إيجا هلاغة بيري يوح الله وحي اللي هيستي ذاتك يا قادر markaas abuunki wuxuu noqday dul lama degan amal ho geeda dhaadheer oo dhur iyo geed goba iyo aad ku arkay geeda oo wax weeyeen geed abaareed bisa ku soo aray meeshii wax Allah wixii qiimaha lahaa baabeen dadkii qaaday marka waxa uu yaqaan meesha markay baabado arabo geed abaareed ka baxay geeda oo abaarta iska baxo wax muxur aan lahayn ama meesha ka soo baxa geed abaareed kaliya ku soo har ila wuxuu rabbi subhana fa arsalna waan dirnay alayhim korkooda saylal arimi waadigi baadkiisi waadigi meeshii biyo ku xirnaayeen meeshii aan baad uga soo firnay
وبدلناهم وحنا وبدلنا بجنتين لبدو دي بيرو جنتين لبدو بيرو لبداس بيرو دو ذواتي وكل مرا صاحب مراه خمت حرام ممكن لبدو ينعبا بعد كي يقاضي مركز واحد صهري جيت أبارات أو ميرتيس على لقي كريم خمد طول قول المفسرين دو كلين لبقى ولا نكسو قاضي قول واحد ميرت حرار نم ألي رادا ميرت حرارك أي ألي رادا قولنا ما يقول ليه ما يخمدن كوا عضي عراق قوي عضي قهد قفك أركيا أركيا وحك حرار مجلو جيلو حتى هدو عروا كسوما ضد اسكاد داي ضد مبعون كرام سوما جديد جيد عضي كبحي خلاص أوكي هركا جيد أباردو أباردو ببحا عضي بسوميو أباردو أسجع بحيد يسوى أباردو جيد أباردو كاسا كسو حرار عضي عضي كاسا كهار مركا خمدن كوا ميرت حرار أما هو عضي عراق قوي iyo waaflin dur keda dadheer oo meelaha markad meelaha beeraha geesooda iyo ka baxbaxa way waxa sa ku soo haray dur ka ka soo haray khalas iyo wa shay in shay shay gaas min sidrin gob ah shay gaas oo qalinaya iyo wax yar gob hada gobti hata gobta waxa way maray yar wax aan saas qiimo lahayn ay ka baxa oo xoogaa dadka gabadha iska cunana marka caruurta iska gacay yar iska cunana waxa dadna xur weyn lama asagina wax weyn ma hata wa asaga leftigis wa qaliil gob aad sidaa rabto weli dhamaan goba waxto buun wala mariyo meesha uga yaal asagina wa iyo saasa ilaahay ka dhig soo ma jidi soo ma aan arag waxa weeyaan dadkii marka abaalimiin noqdaan waxa ku dhaca waxa wana abaarad dhacday beeri waa go'e xoli waa baabe roba yimta da qaaday da qaaday da qaaday fasab laba dimid u roon mar mar hadaan ilaahay caasida meel ku roon ma jirtaa adiga roob kuna waa ciidan ilaahay waa kugu helaaga al waa weyn abaartana waxiida ila mid walba mid doona kugu baabina ha adiga dhinac ku roon ma jirtaa meed roobkii wax ku tara marka ilaahay caasoo waa weyn xariis la wayaa allah kugu salida ka xir maayaan ku soo deymaayaan maalinka yimaadaana wadna farta ku ay baabad aba inta yar tahay motorka ku waraabidu ka qaad maalinka kale tan maanta weynido od ku roobayd dalika halka lagu shaarin tabdil tabdil halkaas lagu shaarin ذلك تبديل بدل الداس اللي بدأ دي بيروت لو بدل الله راس أنجزينهم كأبا المرين إلهي بدل الداس أنكو أبا المرين محل هو أبا المرين إلهي وين هو حكي وحقه سمعنا كل حكمة كسعودة رب العالمين ونوشيك سيانس كإلى العالمين وحنساس هو أبا المرين إلهي بما كفروا بسبب كفرهم ماذا مستريك بما كفروا بسبب كفرهم قالوا بيد أي قالوا بيد وحل له هوغو وضعتك يمد القارة وشركك وكفرك وإلحاك وهل نجازي إلى وحر ميان أبا المرنة إلا الكفور متك كفرين تبضان ما هنه ما نقعدك لساس أقل إليه تبقى نساس أقل وضعتك كفرين تبضان آيات وحوي وحي ليه بهاي وحان أبا المرنة قفك كفرين تبضان آيات كان وحي ليه فهمان مثقال ذرة اللي هو أبا المرنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي تأساس إليه دور عسى قتل كي تصل إلى أبا المرنة آية دام إلى وحو ليه وحان أبا المرنة وعدة كفرين تبضان إتكلميان أبا المرنة دور الجوابه دي كبح شيء وحا كمين الجوابها أي كبحيان مفصلين تسيد محمد الأمين الشنقيدي دفع إهام الإطراب عن آية الكتاب وكيرة وحويان أبا المرنة النوع عانا وهل نجازي ميان أبا المرنة ذلك الجزاء المبالغ المستأصل أبا المرنة إن قلت إتكلكم أبا المرنة وحنكو أبا المرنة قفك وحوي كفين طبعا مارك أبا المرنة قارا هدى لك هدى فاسم أبا المرنة كلي كان ليدو آقري كان ليدو آيات داسك آيات دانا وحي كان ليدو أبا المرنة قارا أبا المرنة نوع آنا إن لغو إرمقو الدونك وحا لغو أبا المرنة ومتك كفين طبعا نمعاد إلهي كأبا الكدع marka wasaas qol kala jira wehel nujasi waxa la leeyahay sideedaba mu'miniinta waxa ku dhaca abaal marin lama yiraahdo adduunka dhibaatada adduunka ku dhacda haday abaar ku dhacdo haday qolaab ku dhacdo hadii baad soq rugmado hadii wariyaal ku qaadaan lama yiraahdo abaal marin waxa la yiraahdaa tadhiir iyo tamhis ilaahi weena dunubtoodii u ciqaabay marka waa la dhahiri dambi dhaaf uma qayna laakin gaalka uquubadeena adduunka ku dhacay aakhirana cadaab la geeyna dambi dhaaf uma qayna sak marka muuminka xuquubada ku dhacayda abaartaas iyo colaadaas iyo qaxaas oo ilmaha hadba afka ku sido meel jeenkad ku dhisan hadana la leeyay dhinacaan ay ka soo galay lala cararay meel kale aad ka taagaydo ahmoodi ku qadimida dad ku sabab waxa weeye waa dambi dhaaf laga helay
وأنت أبيك مؤمنة وهم يسنت مكت إن إلهي وإنا سبحانه وتعالى وعقوبه كبر ردي دم بقى جناع إيتها ملك الله وين أشرت كلا ذي لبقى كبر دعية يا قحص يا ضاد كبير تقاضية أديك الدم بدافك قط وحلا قرحة يكون دم بدافك قط أبل مريم كما هو وتطهير وطهير لكن قال كأدوم كنا وعقاب أكننا وعذاب فاسنا والبوش وهذا ملك إنت كفين طبعاً أساس الله أبل مريم وأدوم كنا تلب بعض عشان أكننا العذاب مؤمن أساس الله أبل مريم خيل أسيء أبل مريم ما هو الغد ظهرا فاسنا وقولك أدو الله لاس قولك كمل قال الله تبارك وتعالى وجعلنا وحي يلمو إلهيري بينهم بين الصبا غير صبا إيه بين القرآن مقالو يمكن أنت ودح أيضا التي مقالو يمكن باركنا آن باركيني فيها مقالو يمكن بحدودة قرآن مقالو يمكن أيان يلمي مقالو يمكن أصو ظاهرة مقطة قال تعالى له وحيري وقدرنا وانشان قويني فيها مقالو يمكن بحدودة السير الصعود سيروا وقوما وحنري سيروا صعرا فيها مجالون كبحدودة ليالية هذا النبي صعرا وأياما مع المصعرا آمنين حالتي كون بطبا فقالوا وحي رهدين ربنا يا ربنا ربك النيو باعد كالفوغي بين أسفارنا صفر ضيضا قال تعالى إله غيري وظلموا وظلميين أنفسهم نففيا الكودة فجعلناهم وحن رير سبكبني أحاديث شيكوين ومزقناهم وان قوقويني وان كدفني كل ممزق قوقوين دمانتين إن في ذلك أرنتاس رسول شيكين رير سبكو بعضي لآيات على مدى إله أودي سلغو قرطاقو سغن لكل صبار على النعمة قف كستون من هذا إلهي كل صبرة لكل صبار به على إن على على الشد على الشدة قف كشدة كل صبرة قف كاس أي آية أقص وانتهي شكور أو كل شكر تبرا على النعم على النعمة نعمة لكل صبار مت صبر برا دمانتيس أو كل صبرة على البلاء لبعتلا لبعتلا قف كل صبرة وحوي شكور شكر تبرا كل شكرية على النعمة من عدا إله سبحانه وتعالى غير صبا أيوه للنوغة والرامين نعمتي اللي سيئي وحا كميدة هاد أيها وحا يدقنا ينسان شاقنا يمن وحا يسفري جرين وحا ويان شام ويدانه دو آدي جرين إلا بابنا بنو آدن كوحيالاها وحا ويان كوهر مرو وكل دنيا وحا كميدة قنعسك يتبادل تبادل المنافع هل ميرا إنا نم عدا أيها حيث تكيه أو تيغس أي كور مرتو غبضنا بنو آدن كوحيلا أو كور مر إلهي وين أفضي وحا كميدا إنا وحيس نافسدان أو قبل كان وحي كبا حينا قبل هبل لقيه قبل كاسا وحلقا كيانا مركا وحي أصفان شام شام نعمت إلهي سي وحا كميدا شام إيا يامان إنت أبا حيلا مغالو ينا كتحان قفك مركو أبا هذا إنو شام آدو تنو كتدا ساكل دوهم كماشوا كو قيلوا شرع يكون نصلا مجالا كو طال وما بحني مساد قاف قفك الوقت قفك الوقت واللغينا وحو ابتدى وحوين مجالا دوك ساد قارما كاسو اسكعنا اسكعبا عاونا مركب وحوين ليلو هلينا يا قربت عرابا مجالا كانوا كو قادي وما بحني مساد قاطمة سازدت هذا مساكين تواصفا أيضاً حتى فرس إيه من أبهم إسكال لغينا دون كمي دان كسي شاه عدا وإسكسي لغينا عاوة تاسو كعشينا خلاص سوصعد وصعد وتغشا مساكين توا صفرايا أغنيا توا صفرايا قف قف وحويا صفرك وغيريا مالي قف كرية بانونا متشو مركاساً حتى متكي مالك غنيق أها قولي وحو داري هاي كيكا وفعيكا ومقرع لكن بنو آدم كيبك لغم مرهي حاسين مانا وأبلاي حست وحليلة إنه حوغا وأركو إنه ضدك كسر ريو جعلي إلى وقل سبحانه وَجَعَلْنَا وَحَنْ يَلْمَي بينهم بين الصبا رير صبا إيا وبين القرآن مغالوينك التي مغالوينك باركنا آم باركينا فيها دحيزم مغالوينك ألا بركي وحوييان وبلدان الشام بيت المقدس إيا مغالوينك كله دوي مغالوينك أسأل أقاي رب أنت بركة خيرك اللي هذا مركة واميشة وحوين زيتون كبح وقدارة إيا ربطة عجائب مرأها كبحة marka magaalooyinka mubaarakada waa shan magaaladaas waxa way magaalooyinkaas aan barakeynay iyo reer sabab dhexdooda waxaan yeelnay quran magaalooyin magaalooyinkaas oo baahira tan muqad
ما هن وح قرصون ولا يقان مجال هبل مركز شوكتو مجال هذا كلاطو ومقطع أنا ومقطع ولا يقان ومقطع قف ما كم قرصون ولا يقان ما أنت هتاتو هرصتهم مجال هبل عاو هبلت كهوجين هبل هتات كده قاعد صراحة دينا هبل هذا هرصنة بمر ووح لي يقان ومقطع وصاف إلى وقول سبحانه وقدرنا وان كان قلني فيها مجالين كده خذ أصير صعد كينا صعد كأننا قدرنا إليه وصعد قدرنا الله تلقى لي وحوين ساكت دور كمدة كوجو أدر دور كتاك عاو مدة صيحنا ساس إلهي وقدر إلهي بساس سمو كان قوي سيروا صعدا وقونا وحن بسو قدروا سيروا صعدا فيها مجالوين كبحدودة ليالي حبينا إيا وأياما مالمو آمن الحالتين ترانا نمعكلا وهي تاي أمانا كيرو حبين يا مالس كسيال صعونا هدي مرتع عبسي وشرت بلد كله وحكو تايمين وضضع الغوفة بي إسبارة تاني مرة دي إسبارة شرتو أما سليلا أما الضريقة لغا قصة بحمد حلو ودفتا وحاول نرى المات شرتين مكت نرى الله معك نرى الله معك لكن آمنة نفط هذا المال كله آمن ولبا محل هرمر يفيري ليالية وأياما هذا النبي اللي هرمري هاي الحبينك هو وقتك العبسلية مكت معنك يبدأنا وقتك العبسلية على الصعودة حد إلى وقت دي ورم حبينك الصعود ضرطان مال الصعود معناه هو اسكم مد حبين يا مال وقتك رب تاسع أكرتا نروش واتاس نرو عبسلهم نرو معهن نرو عبسلهم نرو معهن سيداس ورب العالمين مركي سيداس اللي يجد إنا يترنم على أس إلهي وشكري عليك عبدان أذهب وكفري فقالوا وحي رادين هير صبا ربنا يا ربنا ربك النيو باعد كالفوغي بين أصفارنا الصفر هذا يدي إلهي نوك الفوغي وامح سفر كان يسي صار ساكا تتكلم دونك واتا ميالد وامح إلهي نوك الفوغي فالفيري بنو آدم مؤكتهي بنو آدم ميل أفران لما أركال لين أونشان معها بنو آدم كان واحد كاستواري ككينان إلهي نوك الفوغي محيو ليه مفسرين طلبة إلا ما واش يا جان إلهها قرناي لكن كل ما إنا المشرمين أيها كم وقت تاسعة لكن لو معنا شيء يا جان إنا تهل وحص وحسن سيد الجلال الدين المحل وكل شيء يا جو جلالين كإلا قيل تان هراء وحص كلي جلال الدين المحل صورة كيف يحكي كشيء إنا جلال الدين الصيود ساس الجلالين اللي يراه ولا بيت جلال اسمه لا مكا قيل تان هذا عن كل جنوب إلى صورة كيف لا قل برناس جلالين وحص كلي جلال الدين المحل وهي سورة الكهف مركز الأضافة سورة بقرة إلى إسرانة وحيث كان جلال الدين سيوط ساسي أكل الليه اللي بدون مركز جلال الدين المحلي روح وارد الكل يروح ويري فقرة أي اسكو تاقا يعني ومعناها هو اسكو تاقا يعني واحد لولاد شيء ده واحد هبان إن واحد وين قول دير وبهجوية ونال لغو نصيب مال لغا عبال حين وقف دير بط دير إذا حيستمع هاني أنقف كالي كبود بكري إنو ماشا كصوبع أولا كالحرب oo fuqarada meeshooda wax weyn fadhiyaan oo loo warkeeyo oo leeyahay halkaasan u safraan bishan kuma raay waan kana ayaga ay warka ka qaataan intaas oo safarka ay ka haraan fuqarada si loo garto dheeraadka ay haysto aqniyad waa xasnimo soo jeed iyo kibir marka taas weeyo iyo wax weeyaan kibir oo wax weeyaan xasadkaas waa qashay qaar waxay sheegay wax weeyaan waa iska kibir oo bani'aadamka dabciisa ah wax weeyaan haddii nabiyullaahi muusaaba qoomkiisa reer bani israa'iil markii waxa weyn la siiyay manniga iyo salwadiisa ugu qaayeen waxa yiraahdeen la nasbir ala dhaan waahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha maxay la kuiri qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr ya ma wixina arab ma yusabiyad waxa liidata ku bedelatay iyo basal iyo ya hilib iyo shimbiraas ka cunayde marka waa bin aadanka dabciis كبير يا وحوي إنني أنت إلهي أي جروية، فقالوا وحي لهذين بعيد كلفوجي ربنا يا ربنا ربك النيل بعيد كلفوجي بين أصفارنا سفر رضي الله قال تعالى إلى وحيري وظلموا وظلم يا أنفسهم في الكود معناها شرك كان يحسد كان يكبر كان عقوبة كذا تأذن يا قرابة يدك صلى الله عليه نفتوا ذي ظلمي وصف معاصي عصام إذا نفتوا ذي ظلمي كود نفتوا ذي ظلميين فجعلناهم وحن كيلنا إلهي سبحانه فجعلناهم وحن كيلنا أحاديث الشيكوي وأنا قد كشك أن نعاو هل سبق الله إلهي جري جرتي هل شاسا يكون نولايا ساسا نقضي ميل اسكما الشيكان ميل اسكما الشيكان إلهي وكرته شدر مدر إيرادان تفرقوا شدر مدر عرب ساسي إيرادان شدر مدر معنى دوام محي جهو بيك الآدي
ummada marka musaa'ibku ku dhaco ummada baabaday saas lagu yaqaan shan wiil oo wada dhalatay iyo shan gabdhood oo mid waxa weeyaan Australia ka soo jiqiiqley midna Mareykan ka qaaqley midna waxa weeyaan Sweden ka qayl yahay midna Afrika ku dhex jiro midna Carab jooga ummada musiibo ma dhimanayso ma jid musiibo adduun ku dhacay waxay aqrala kumaan ya shah nolol safiican waxay tahay tobanka abuur oo wada dhalatay tobankooda inay wada joogan oo isweey sharaac oo abuurta abuurta u istaqaan sidaas weeyaan سيداس وي ولدا سال تردد ولد ابن مقيرة ما في إلهي هو أبال شيء هو أبال شيء يا وبنين شهود لي يا ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود نعمت أنسيا وحكمت ويلا ودشوا لي أنك العرارين هاي كلام وحام نتبع ماشى سكا قاتله يا وأفرت استقام ومتك من تعرفتي سدب دم دم صوئم دم الله أكيد مساس أكل دماري قامن كلك أكل بيرن مريك كلام قدر waxa way reer Yurub ay noqdeen afrikaan ay noqdeen jin ay noqdeen khalas waa u dhamaad saas ay ku cirbu ana moogta dadka ka qaxay marka qaaran mooday moogta nolol sare ha hadda mid aan noo jiray ha uu ku jiray ha uu ku jiray geeriyo nolol minna isma tirsataan marka waa musiibo dambar musiibada maanta Soomaali sharax kuma baana tan oo kale way iska yaqaan ayuu waa musiibada alla ku riday mid banner waa kan ka jaqaaqay halkaas uu ku xiran yahay xabsi uu ku xiran yahay laba sano u dambeeyay mid afrikaan kala sii baxay meel uu laaday lama yaqaan khalas marka waa nooca sidaas ilaahay u gaar sidaas nagu dhacday oo kale aa loo gara faj'alnaahum waxaan ka yeelnu ilaahay ri hadiisa sheekoy aa qarbadan qarbadan meelahaas tago wax ku dhalay arurta dhaleen la yaab war aab meelaha aad wax dhaxay maanta mid mid oday idaa oday aad idhalay aan xaga ka jaqaaq luulee aa asalka jiswa si diwana soo jeed ha arur mid ka oday isaas leeyahay arurtiisa xad ka sugay aa ogeyn naftigiisa halkan ka tagay sida aniga mid baad ihiin oday rid baad yahay dhalayule marka waxa weeyaan waa qoom musiba ku dhacday faj'alna waxaan ka yeelnay ahadiitha sheekooyin wax laga sheekeyo wa mazaqnaahum wan googoyn hadd aqo kala kidifna kullu mumazzaqin googoyn amantu ila wuxuu subhana in fi dhalika arintaas la soo sheegay la ayatin calaamada ku sugan waa wax lagu cibra qaato waa wax wax lagu fahmo dadni an haystay ee waxa weeyaan nimcada Ilaahay weena subhaanahu wa ta'aala uga shukri waayay waxa weeyaan waa wax lagu cibra qaato li kulli sabarin mid sabab badan dhamaantiis oo muxuu ku sabraa calal masaa'ib calal masaa'ib dhibaatooyinka qofka ku sabraa qofkaas oo aan argagixin maaha qof waxa weeyaan markuu dhibka arkada yiraahdo qof buu ka boqol u tagiyaa yiri xaan sameeyaa maxay tahay waxaad samaydo xaa dhacay waxa la dhaqay qof buu ka boqol u taliyay شكور على النعم نعمت إلهي دك كشكرية دك ساكو إبرقا دك ساكو إبرقا سو ما أجد واحد وين أمد الصومالية إنت المصائب كانوا كل حين نعم إنه يستي يا نعم وين ولد يا ما قالوا إن كس بما أن تود ولا جبتي يا مقدشها هات هرجيسها هات غير كيتها هات ما هي قصة معي من عبارة كسارة أو واحد وين كلون كي كسر شبرنا ina ana beerti ya ka saar oo qudarta iyo sidee aan la gelin farinjeera la keen ina ana xoolo ya ka saar ama ana hilibka isku subaxda hore la keen soo majid wax farinjeera ma isan qoon ina macnaha wax kulligo sheegu sidoo subaxda ugu imaanayso ma ya laakin xaligu waxa weeyaan shuciyad iyo dimuqraadiyad kala dambeeyay zero iyo khiyaano iyo diig muslim iyo shirki iyo bidco intaas laga dhig ilaahay sidaan ka dhigay subhanahu wa ta'ala ya wixii ku dhacay labada madax soo ma jeed waxa ku dhacay hadii marka dadku ay toobad keenaan oo ilaahay loo laabto shirkigi tawxiid lagu bedelo oo dimuqraadiyadii iyo shuciyadii lagu bedelo qowmka kitaabka allah oo bidcada sunna lagu bedelo ayadoo la laban yahay ya baaqiga xaray ku soo haray kaas ay ku labnaanayo laakin meeshii ilaahay uu aradiisa inta ku dhacday saas u baabacday hadaa tira dimuqraadiyadan dib ugu dhisa ya dimuqraadiyadii shirkigan dib ugu dhisa kalla fuma kalla wallahi abada inaan rajal qad haday markay waxa ba dhici karta sida waxa weyn ilaahi subhanahu wa ta'ala kitabkiisa ku cadeeyay inta loo dabciyo markay yiraahdaan ha taariikhda lagu soo maray dibkaan oo kale cirib go ugu dambe ilaahi ma ku dhufto ya ila ilaahi saas noo sheeg dadku haday dibaatada ku cibra qaada waayeen ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu dabciyaa markay yiraahdaan war waa ka baxnay dibki oo waa la laqnaado haday isku duuba dhacday ee ilaahi weena mid dabar gooyay ku salida oo midna ka harin tii hore waxay ahayd xoogaa xuquuqo lagu cibra qaatay mid aan qof cibra qaata xataa karina ilaahay ku salida laakiin ma dhacaydo raaxo lagu nasto inay ka daba marto ma dhacay hayl xuquuqadi allah hadii wax lagu qaliyo isay ku dhici kartaa la nasta waxa la rabaa xuquuqada dhacday in wax lagu fahmo
oo shirkigi tawxiid lagu bedelo oo bidcadii sunna lagu bedelo oo dimuqraadiyadii iyo shuciyadii kitaab kale lagu bedelo oo zinadii iyo beenti iyo gabdhii qawna lagu bedelo waxa weey cifo iyo dhowr sanad iyo akhlaaq wanaagsan taas weey mid lagu nasanayo qala ta'ala ila wuxu yiri walaqad saddaqa wallahi allan ku dhaartay qad saddaqa وكرميهم عليهم على الناس ذاتك دشودة إبليس وإبليس ظنه مريه سوى كرميه فاتبعوه إبليس الرائن إلا فريقا كوح ماهن كوح راسه من المؤمنين المؤمنين تكمد وما كان أمسقنان له إبليس عليهم على الناس ذاتك دشودة من سلطان وحأوه أمسقنان كو قصبي إلا لنعلمه لكن ابتليناهم أنك امتحان ضدك لنعلم سيئن أوغنو من يؤمن قفك الرمينا بالآقرة آقرو من من قفك حقيسان كوغنو هو أصبو في شك شك بحديث كسوغن منها آقرة كشكيسان وربك ربك حفيد ومد إرالين بضان على كل شيء وحو الفضاء هير سبا وهي كتع الله سبحانه وتعالى مركو نوغسا ورمي يعيد كستور رميضه أتباع الهوى والشيطان إلهي وين أقول نوغا ورميا وحوين هير سبادتك كنوعا يأيقبا إنيش إبليس راعين هير سبادتك نوغا صور رميا وحي كدعا إلا وقل نوغا شيئا يأيقا أسلقا صور رميا يعيد كستور رميضه إهوذو ذا إبليس كراعا إنيهين بادتك نارتي إبليس نارتي كره موغدي إبليس markii la yiri nabi aadam u sujuud oo u diiday waa dhaartay waa dhaartay araayta ka hada alladhi karamta alayya la in akhartani ila yawm alqiyama la akhtani kana dhurriyatu illa qalina waa dhaartay ka waran mid kan adiga karamadu yiri ila la in akhartani wallahi hada dib ii dhigto yiri oodan hada i dirin ilaahayo ila yawm alqiyam inta laga gaara maalinta qiyaamaha la xtari kana inaan irib goynayo duriyato caruurtiisa ila qalin yar maahan wa istisalina wir irib goyno ku sameena dhammaan wa baadiyayna ila wax yar ay ka fakana wa ku dhaart wa ku dhaart thumma la atiyanahu min bayni aydina wa ayat kale haga horan uga iman wa min khalfin kadalan uga iman wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharu shakirin marku sidaas ku dheeranayay iblis asagu ilmi uu ogyahay maahan dadka badan kisuuna raaciyan waa ma ha sidaasan yeelaya wule iblis qayb kama ogaa malaa'ika ee allah noo sheegay ha malaa'ika ee laakin maladis waa u dhawoow xaqiiqa uu noqot akthar ki dadku waa raacin ilaa yar maahan ilaa marta shari hadaad malaaydo ama sidii uu ku noqono ama si kale u noqono makhluuq waa saas malaahan iblis uu ku moob ilaahi wuxuuna kurru moobay reer sabay dadka dariiqooda mal oo allah qaybtiis caabi walaqad والله الله ان قدرت قد حقيقه صدق وحا كرمودي الى عليهم عليهم تلك الوعرين وحا ويان غير سبا اي الوعرين غير سبا اي الوعرين عليهم غير سبا يعد ان فاشد لم تكد ولم عليهم غير سبا دشوده وحا كرمودي ولقد صدق وحو كرمي دي وا كرمي الله اما وا كحقيقي صدق بمعنى حقق والله الله كو دارت قد حقيقه صدق وكرميه او كو حقيقي عليهم غير سبب دشوده ابليس ابليس ظنه مليه سي كرمي مليه سي مركو دارن اي ملينهي و او حقيقو فتبعوا ورا ان غير سبب هو ابليس الراعي يا وح الله وحي وح وي لميدكا وح الله غير سبب يا الله ابي لميد ورا وحا كلو جرت عليهم in waxa weyn banu aadan kulo celiyo aan naas loo celiyo sida qabada marka hore ku marnay taas aan xoraa fudud in la yiraahdo wallahi allah ku dhaartay qad xaqiiqe sadaqa wa u kurumeeyay alayhim ala naas dadka dushooda iblis u iblis dhannahu malihisi malihisi wa kurumeey fatabahu dadki way raaceen ku iblis ay raaceen ila fariiqan koox maahan fariiqaasu min almu'miniina mu'miniinta ah kamid ahdhi من المؤمنين المؤمنين تأه وكو بيان فريق يرقو مؤمنين انتا ساكا صهرتي وكبت بادي إلى وحده سبحانه وما كان له أما سقنان إبليس عليهم على الناس ذاتك كركو من سلطان أود أم حج إبليس قد ذاتك مركو باديين الله ما شيء مدنكم باديين
حجج او كقنعيو حجج او كقنعيو او يرهدو ان اله العاصيو الله كيكيس لعابدو تنا تسيدو تنا ادليل واخ لوو قنعي كارو ما هيو حجج سلطان كتاسو طلبات ايدن مره ابليس او واخ وين ددك قصبه ددك قصبه او براكه كو قصبه ما جيو حيلي إيمانك أسل كيس قلبك كتيرة قف سلطة قلبك كل متر الله ما هن بحات قف كن تقال قبته اللي قال هو إبليس عيد كيس أو عذابه أو يرى الله كفر أو أصلا إيمانك قلبك كل هايستا أو يرى الله كفر يكون قريب من سما من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قف حتى بلا رجال وانت عاد لو جويو أو قلبك أصلا إيمانك هايستا ويرى الله قريب يكون قريب إذا هذا جاتن ماشي اللي جت جالوا أصل كواه وقلب قلبي جن إله إذا ما هي المؤجع أوردناكم على مرك إبليسكم ما أوردو إنه قف أن تقدر قيام وكسر إسلام مرك إذا مرة سلطانك أورد حجنا مرة سلطانك وحج الله سبحانه وتعالى فصيرة سلطان أورد إياه حج مثل مرة إلا لنعلم استثناء مقدعوي إلا لكن ابتليناهم أنا جا امتحانوي فك شبهات كاسن كو امتحان ابليس اي وسواسكيس ما حالو كو امتحان لنعلم ان ان اوغانو من يؤمن قف كرمينا بالاخره اخره ممن قف ان كان اوغانو هو اصغ في شك شك وصغ منها اخره قف كاخره رمينا اي ودير غريبا اي كان اخره شك هو جرى ان لا كلا صار ساس ويه سداس الهي او تلقى سبحان مركا او ان ان اوغانو لنعلم او هرين ان الله اوغي متك آخر رفع ما يبدون يكن كشك إنسان بسم الله وعوجا ولا شك وعوجا على ورجيس وعوجا لكن وعوجا الكرب وعوجا الشيء وانتو صن بعين إذن إلهي وين حلم جسم أبى المريض وهو ينقف كان مثلا إلهي إنه عابد دون الله وعوجي انتو صن عابدون لو أبى المريض هاي ما بسمعن على أبى المريض قف كان الله يقول إنه الله عاصي دون لو أبال مريم عصون سماي إسيانك مرك علمك قديم كاي هري الله يقول وحلو ما أبال مريم وح وحلو ما أبال مريم أو أبال مريم تكو إن توان معي وحوى شيء ومركو رعه علم قال له علم ظهور شيء وارم مو الله هري وروه تك عيون مو علم قال سجزوك حري مرك اللي نعلم وحوى إن علما يتعلق به الجزاء وحرب إن أبانه علم الظهور أريد أن أعطي صوم وقط علم جاس أو أحمد وكنت تعلق أبا المريض إلهي كاسك أبا المريض إلهي قد كان تعد على الميرة هذا أنا أقول إنه عاصلها ميرة وأنا أقول فينا قفت على العاصل دون علم جاس قديم كمركة كما تعلق الجزو علم جاس وكنت تعلق الجزو وعلم الظهور مركو شايفه لعه فعلا قد لعه مركاسا إلهي وينكو أبا المريض شايفه مركا علم جاس أسوي لك هذا وربك ربك حفيظ وامد الى العالم بدن على كل شيء حال رجده حفيظ حافظ كمعنى خوغا لغا خوغ بدن يو هلكان انو كفسيرات مودا حفيظ كانو كفسيرات مودا الى سبحانه وتعالى اسغا وارديين وانا يريب بحفظه وكلاءته وكلاءه وارديه معنى ايه ده معنى استاذ ما اي معنى واصل ابن جرير حفظك هلكان وحا لو رجده الى هي اسغا كوبا يا شيء والله oo dadka ibliis raacay aqwaashooda afaashooda quluubtooda waxa ka dhacaya ilaahay isaga kooba cilmi ku kooba dadka ilaah abdeeyayna waxa ay sameeyaan allah cilmi ku kooba marka soo hadhow dadka ku ka abaal marina xifdigaan waa cilmi xaqiis u kaabo ee ki weerdiinta macnaas waa laga xogbaday oo waxa ku maray macnaa ab oo aayadu dhahir ku taa macnaa ibn jarir u maray oo ah ilaahi waa xafiid wuxuu walba asaga xifina macnaa cilmi ku xifina ku kooba midka xumaanta sameeyna iyo midka wanaaga sameeyna markaas uu hadhow ku kala abaal marina saas weey ayda macnaheedu qala ta'ala ila wuxuu yiri qul la nabiga subhanahu ud'uu u yeera gaaro alladina kuwa za'antum aad ku sheegteen ilaahyaal za'antum lama mafcuul ay qala talabadii baa mahduuf za'antumuhum alihatum kuwa aad ilaahyaalka ku sheegteen u yeera من دون الله إله يالكاس ومن دون الله الله كاسوكي لا يملكون ما حنا كران ومهلي كران مثقال ذرة نور عسى قدر كيت كما ملكيان في السماوات إلى ريالك نحن كما ملكيان ولا في الأرض نور كما ملكيان
وما لهم إلى يالكاس وما السقنانين فيما إلى يالك يبو واليالك بحدود حالة أي أهادي حالة أهادي من شرك وحشير أما وذاك وما له ألان وما السقنانين منهم إلى يالك حدود حالة كهادي من ظهير مدعاوي أكالمي ولا تنفع من أنفعضه الشفاعة إرقين عنده ألا أكتس إلا لمن قفهم بي أنفعضه أذين الله أوفى صحي له منك حتى إذا فزع أرقاق حمرك لغسوليو عن قلوبهم عن قلوب الملائكة ملائكة قلبية الكودة قالوا وحي رهدا ملائكة ماذا قال ربكم ربكين محيري قالوا حملت العرش ملائكة عرش سداء وحي رهدا الحق قال ربنا ربكين وحيري الحق حق وهو ربكين العلي وامدك كرين تبضا الكبير أوين كبضا آيات دانا الله سبحانه وتعالى وقوكو عدينا إنو يا إله كالجيس ويبدأ إلى أبو العباس تقي الدين وحكا استقوا بنو آدم كأرنمان كمشركين تاعي كنت تعلقين وشركك السبب هو النقلها وحكا استوضطوا كنت تعلقان آيات دان إلهي كالجيس آيات دان سيس درت إلهي العلم قبل كودير هادين وآيات دان شركك قلوب تكعرب قويدة مركو قلتكو آيات دان فهمو شركك قلبي سواكاكو مركاسو كعرب قويدة لكن قف آيات دان مرأي شركينا قلبي سكوار وقف عن قيه لوجه تلقين سببت وعا أفر شيء أي قف نعف اللوجه هذه إلا قال هذا من أكتر الشرك قد أصل وحا هو أولا قف تشوى القرآن كنا أقابي عدي وحا يتاهي وحلا إلى الشفاعة الرالي أفر شيء مركا أو بنو آدم كوح لو ويديستو أي رب العالمين آيادا كو عدي وحا يتاهي قفك واحد ويديسين وأسوس كلي السيوة اللي رهدو لي war allah waxa kasokeeya ee atuubaydana caabideeyda wax malee wax u gooniya malee malaha bal fiir quraan ilaahay wuxuu subhana qul annabiga subhanahu ud'u gaalo u yeera alladina kuwa zaamtum at ku amdu'tin labadi mafcuula mahdufa zaamtumuhum at ku amdu'tin aalihata ilaahiyyat ilayhin bal u yeera u dhawaaq ilaayalka soo min duni ilaahay allah kasokeeya la yamlikuuna min milkiyanu milki umalaha مثقال ذرة دور عسى قدر كيد في السماوات إلى ريالك نحن وضع كمالها ولا في الأرض يوك نحن يسانا كمالها إذن هل كاسمحا صوب حي وحد قريئة ومستقل إليهين أو إليهين وحاس الله كسوك يمال ملائك نبيال أوليو صالحين أوليال بغرد اللقاء عن النوغ اسكو صوب سنميال جيدو تغحان هل شيء أو أي قوني ليهين ومنو يالا بجر قد لا هذا الروحاس أضع عليه وحقصي هين كدق أضم ما كتاسو طلبات قف وحلوه ديسا وحيتا وحاتو شركك ويشير كلي فرانت إذا شعرك ووجير تجن كده وحقصي هنا تراب وقال كالك عنا من اللهين لكن وحبات كتها وحبات كلها قيبت هذا وحقصي وين اللي هذا قف تاصل إلهي ميلو صاع إلى وحده سبحانه وما لهم إلهي يالك أقابود إذا قمصوا معنين فيهما إرريالك يرريالك نحدود حالة أهادي من شرك وحوذاك وحشارة وإلهي إلهي الشير كلها يهين إرريالك ورريالك مجود هل قف أو شير كدر صدي مجود ملائبت شير كمدر صن مغيالك كمدر صن أولياد يصالحين كمدر صن تنحان يجيب كمدر صن إد إله شير له مجود إد شير كلا وحي يوحوين كدر صدي مجود فاسم حق قد هذا طوغ إذا وحمله taas halkaas lagu reeb waxa jira si kale to in qofka asagoo wax lahayn aad tiraa waxan wax weega si karta oo waa maxay idda wax iskale oo gacan iyo abaal ku leey oo hadda ka hor waxan la tabacay ama ku gacan si ah waxa iska dhici karta qof asagoo aan hantida lahayn qof kale ah laakiin marku tabacay la tacad oo la tabco gacan ku leey asagoo gacan si marku maalkan tabacay markaas wax leedahay horniyo igala hadal gacanad kule baa ogtay abaal kule waad igu kaalmeeyay baa tiraada wariya waan igu ku kaalmeeyay bal iga meelay qofkan kuma diidi kare ila wax kale war qof ii kaalmeeyay ogtay ha mid ii kaalmeeyay ma jiro erariyalka iyo qoyaalka iyo waxa ku dhaxeeya in ilaahay gacan kule ee ku caawiday ee ugu kaalmeeyay ma jiro ila wax kale subhana bal fiiri
وما له له ده الله عليه وما له لله الله وما سبحانه منهم إلهي الكار عبده إذا حارك مديه من ظهير مد إلهي أكلمه يعوي مد إلهي أكلمه إلهي عوي نمت تاسنا كل جونين أو واحد عطوب إذا عبده إذا إله أبالك ماله تاسنا واحد أنت صاحبي هرتاي هل شيء صهاري كره شفاع وأنا ماشي كقرن تسرت سرت وأنا ماشي كقرن توهلك لا مشركين ترى واحد لقى في جواه الشرك قاس واحد شفاع واحد يجيرن مكة واحد لقى في جواه والروح ما أودان إلى هيالك يبو وإحنا ما ملكيان لكن ونور الجيلية هؤلاء الشفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله أنت سيدي كريم أيدينا من الله صار شفاعة أيد اللي مديني ما تشوف شفاعة الله مديني لكن شرط دي ذا الشيخ شرط دي قولنا أيقكم ما صفيسنا إلى وقول سبحانه ولا تنفع ما أنفعه الشفاعة إرجنت عنده اللي أكتي سحارة أعطي إلا لمن قف أنفع ذا أدين إلى وقف صحي له قف أدين له محل رجيدا لمن أدين له لما معنى المفسرين تريين ولا معنى واصح ولا رأي ضد أم كلام قاتك لمن أدين له معنى إن له رجيده معناها إرجنت إرجنت لإرجيده وأمام ملائكته إرجيده لو شفيعي مريالك وشفيعيا أوليان إلهي الصالحين تمؤمنين وشفيعيا عند الله أقول هذا شهدد وشفيعيا سقيرد وشفيعيا شفاعة أي كو الشفيعة شفيعيا وحي أنفئي كرتاه كليا قف إلهي ليها الله شفيع إيه ما تشير تحرك آخرا ما تشير قف إنت لسيب دايو للي يا أبو إنت ربطوك سوى قبسي الشفيع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وحويان ويحد الله حدا يقف كمرك إرجال الله قرانا يو حدا يود تشيني وحلا لي أنت عصب الشفيع كتبس تك سيد عصاص إيه أنت لسيد دايو تك على ملاك الرب صلى الله مرك الشفاعة الوحي أن في إكرتا قف إلى أن ترى عليك كم نقض يطويري هالله شفيع مرك وقف إلى هيد دمائي ورانا حريص سمعنا إلى هيد نبي محور عليك نقض ما كفر كما سيد توحيد توحيدك ولا يرضى لإلهي الكفر إلهي أدوبه يس كفر رالكم معه شرك إلهي رالك معه من الله شفيعك إلا قف إله رالك يا إمام يا وح عطينا يا أمر قاتك عيا آيات سورة الأنبياء ولا يشفعون ملائكة أم الشفيعك إلا لمن ارتضى قف إله رالك يا إمام قف كله حديثك صحيح أنا تاسو وافقية إلهي يقول رالك النقضة وتوحيدك حديث البخاري مكو أبو أويدية أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة رسولك الله شفاعة ريا وقوع أيام بضع وقوع نصيب بضع وهي لي معنى القيامة ما بيقول والله يا بس أشس كيمي إذا ما حيلا ومش أمضى كوكا هرت شفاعة هذه وواحدة كوكا قالوا بي يا ملك يسوق وكل يري ولا وأم لينا يلقف كاهر هي إنسان سو أشس ويديني سو أشس أي مهم طال دلالك عن كار كيس هذا الحديث بود دلالي ما كاسو ما بيقول شو أبيري وحوي أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قف كان لا إله إلا الله إلا إله إذ حق لغو عابدا مجرد الله ما هنه أساقو بره تريا ما هنه ساقو حكو داري تابر هذا هو كل واقع توحيد شركي كان واهو تاتاسو شفاعنا بشغاكو مالي قف كاسو اسكال إذن قرآنكم حيو عديين وحل لو شفاعة وقف إلهي رالك نغضو قال أنا توحيد رالك أي حديث البخارينا من حيو عديين وحل لو شفاعة وقف إخلاص لغاها لأي التوحيد هذا مشركين هالكيكو أكي مرك قف كي مرك الشركي كل عي إيه إلهي إذ كانت تجرب ولي أصلوا شفاعة شقكم على بعض شفاعة شقكم على سو متشيد معناها لما آيات واحدة هاي ولا تنفع ما أنفع ذو أش شفاعة الشفاعة عنده التي سحاليها إلا لمن قف أدين الله الله فصحي أن يشفع إن إرجي ما إرجيك إلا قف على إرجي ما هاني قف إلهي يري الشفاع ما هاني ملك ما شفيعك ما بينا ما شفيعك هذا الله فصحي أيها كان عطيني وكم من ملك في السماوات لا تبني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ترى بابانا ملائكة كسا ملائكة وحوى السماوات كسا وشفاعة وحتر إلا إله يدم يا إلا إله إلا إرجع ملك ما هذا الكرم ما شفاعة كرم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا وذل يا وعيد إجيك تا إلا إله رفس عمها مرك الشفاعة دي القرآن في سنة معي عديان لبشر بيلاب متك إرجين إياه وإن لو أقول هذا قول إلى شفاع يا شفاع وإن لي هذا كلا إرجين إياه وإنه يا موحد مخلص وإله رالك النقض
ذنوب وادي كتير وطول كبائر لكن حق التوحيد في سواء إنه برح لعين لما ده عشر دين مركل له هلا أيه اللي شفيع كان لا كان شفيعه وإن الله دري أو أقول عليه إسكادي لك دري تنتبه أحمد تفكر صوت بسمع قف الله عليك كم قضي التوحيد في سواء وألا يرهبك وشفيع ولذا سياسة ردد النبي كان صلى الله عليه وسلم أفضل البشر سيد ولد آدم أكبر شفيع عند الله ما لنت قيامها مقام المحمود مركو تشوغو محشر كليسكو ويمات الضمضو كسو قمامان إلا إلى إله النبري نبي محمد إن ما أنت أقول له إنك لحكمي نبي شفاعة بالله بما يا أنت إلهي يا وضاد كانك لحكمي حتى ما ديكا محوك بالله بي. هو كبر الله النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيد صلى الله عليه وسلم مرك أرنتو سلاس مقطو فأسجد لله على أسجد مرك أسجد فيدعوني ما شاء الله انتو رب اسكك يدين سجود اسكي يدين ووصل إله هدلي ويفتح علي بمحمد لا أحصيها الآن وإفريا صفات ونكسر كو أمانو حد أقول وانس هذا ما نكس إفرا ما نكس إفرا ثم يقال يا محمد يا محمد ارفع رأسك مركز كذب أي يا رب العالمين إلي يا محمد ومدح كروقا اشفع تشفع ارجع ولا ارجع أقبله قلت يسمع لك هذا هو اللي قاعد يسنه وسل تعضى وهو يدي سوى الوصيناه واشفع تشفع ارجع ارجع ولا أقبله مركز الدينه مركز في ريما ما اسكو اغيهم ارنتاس يا وها ما انت وها ويان لهي ها اول قدم عند الرسول وعند الله ثانيها تحال وي في بين بدن بده كلغ وخوري يحيى انغا طريقتنا طريقه طريقه فاني اسك دحنيس وخوري طريقه بان كلي سلسله دير المرا انغا طريقه هذا هذا قالته جسد كسينو اول قدم عند الرسول مرك وورا لا شوق رسولك كو وخا ولا ولا اغا قبا واردغيغي ها طريقته وي اغا قبا وعند الله ثانيها تحال طلبات ما الله لو وخا ولا لا نبي ونو خديه الله قبا ها كور وخا سلاس لو بو كدابي يا ما اسكو وافق يا قران تعال والله وا بين ها والله وا بين مرك بين تاسو يسن لو تاغ شنو ما جيدي شيق اديغا اشيغيدا الله تي سمكاد لك انا مو الا قران انك ورمك اي بعدي يا ما هو تعرف إلا أضلانا مرك هوري سبحان الله إلهي الله قعب صدر رب إلهي إنا نكعب صنا صدر صونا جينو كتيره وحويان أرنت ما أنت إلا شفاء أنا ما أنت وحويان تك الشرك يا جالس دوامي نو البطريقة والبابا كوحي أروصنا هي جاسن قصينا يقد نجيس أتكارن كوم ميرينا ولا ميريج وحسوجا بالمئن وحويان شيخ والبا يحرتي سلا سلا صباح شيخ وشيخ وديب شيخ الشيخ يسود ديبو شيخ الشيخ كلا ود ديبو كان كلا تود ديبو حسن بصري علي بن أبي طالب طريق كلا كمان قال عن طرقه هل كاس على قصه قال حسن بصري علي بن أبي طالب الأولي ما قال هنا الطريق أصبح الله لهم رأي ده حسن بصري نوال إخياره ونكسن وتابعي على ناد وابا خليفة راشد تابع مالك أبو بكر كمان صور دعان عمر كمان صور دعان عثمان كمان صور دعان وأهم حي الشيعة كصور على الطريقة إثنى عشر يدا رافضة الطريقة مرة وفي رصاد إذن سلسلة رافضة أساسا ليش واحد لهم رأي سونتي مركا وها وين ما انت ولا ارورينا يقول انا شيخي اي شفيعه شيخ يقول لي انا كو شفيعه بلان كاسا حتى لا سيك الحرانا حتى مش من الدنيا يا الدنيا لما قلت انت اسكو بلا ما انا هبل كو غينا وا كو ديكرا هبل انا هيك ديدا ما هيك اقبل لكن الى هيك تي سمى قال لك شيخنا شيخ الله اقبل ما هان ما بحد لك الى الله اقبل ان الله اقبل يا ما انت معديك فاهم ايات قران مو هيدا واقعي يا حديث النبي وقت لو ما اوغادي شيء كان هذا الطريق هذا وها ويان احمد بن ادريس احمديه تسمع يا احمد من الله قران شفع عدم مسوي له ديده ورما كايدا ايات قران كتابك اللي ملغي له ودهيد احمد ولا اقول يا سك يا يا كيري كان الى كتابك اما قادريه تسمع يا هي شي عبد القادر ان شفع عد الله اتما يا حديث ايات يا كيري كان يا والله قران اسغ والله با قصدي كلمه جري اه كل الدروب كان طريقه سوده مر هل طريقه او شيقوده ان اغنه ان لو فسخ ما نقا تلك امه قد خلت لها ما كسبت فكاس وامتك تل وحي شقيستين لي الهي يرفع ابو المريض هذا قال شقيستين هذا شان خسا الى ابو المريض ان قفكي وناغنا لك هو شيغ ان الهي وبرنا الحق نغو ان الى الهو محرس علمدا ها عبد القادر شيلاني وراغنا لك شيخ الهو محرس الله
سمعت انت اسكليوي لكن الا فصيح الدور يلو وطريقه انا اتوسعت الى وعف انت اوغمتي حتى اذا فزع عن قلوبهم هل كان لو علينا عن قلوبهم لبا قولين مفسرين تلي انت ان مشركين تلعري وانا سدا سياق وايده الا مشركين اللي جسوا هل لي waxa weeyaan hatta ila fuzi'a marka laga siibo gaflada aan qulubin qalbiyalkooda oo waa maxay markay naftu ay ka dhacayday xaqiiqada ogaadaan oo qafladdi iyo beenbeenti shirkiga lagu socday ay cadaato inay been ahayn markaas ay qaalu waxa yiraahdaan maada qala rabbukum rabbigiin maxuu yiri qalu alhaq haquyi ama xariif fanbal kala dhayn hayta markaas waxay ugu taala hala qaba kara wa mar waagu ku bariyay ah qawlkaas waa qawl laakiin mufassirintu ma badna wa ana dhaifiya qawlka kala waxay tahay aan quluubihim malaa'ikta la xirina lama soo sheegin malaa'ik laakiin xadiis sahih bukhari ku yaa laas adeey marka waxa weyn waa kinaaya qayb madkuura daliilkaas kala cadeyna marka daliilkaas lagu fahmay malaa'ik cilma xadiis kana ku fasir xadiiska sahih bukhari ga wuxuu leeyahay إذا قضى الله الأمر نبي جينا يري صلى الله عليه وسلم إلى هاي مركو أرن حكميو صمد كو حكميو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولي ملائكة باله إذا اسكو بفتة اسكو الدلين إلهي قول كيسا اسكو الدلين مركاسا وحا أصيبا ملائكة كأنها غشي وحا أتنا يمردوا ومد وأرقا جحا إلهي قول كيسا يقولي بسنين الله مركو هادو markay laga siibiyo argagax oo argagax quluubtooda laga siibiyo oo laga siibo markaas kuwa hamalatul arshiga arshiga malaa'ikta sida kuwa ka hooseeya ay waxay weydiyeen kuwa arshiga sida kuwaas weydiyeen oo ugu sareeya malaa'ikta oo kuwaas waxay raadeen maada qala rabbukum fabigin suuir inu hadlay waan maqleynay arrin hukumi waxa weyn qofkaas waa dhimana hebel ahura u dhalana gabara u dhalana wiila u dhalana abaara dhice olaada dhice sidaasay noqay arina ilaahay hukumi markaas ay leeyeen rabbiga uu yiri ay leeyeen kuwa ka hooseeya xamalatu arshiga leh xamalatu arshigi way diiday oo maqlay ayo markay waydiyaan qaalu xamalatu arshiga kuwa arshiga sida waxa yiraahdaan alhaq alhaq waa maqulu qawl qaala rabbuna rabbiga uu yiri qaalu alhaq saas ihraabtu ma qaalu waxa yiraahdeen malaa'igti قال ربنا ربنا وحو يري الحق قول حق ربنا وحي يري وشيغي بس ملائك تاسا كوة كو حكتا كوة كو حكتا وشيغي كوة كوة كو حكتا وشيغي إلى سماء الدنيا لو سودكيو سماء الدنيا مركة وسوغير قولك نبي وحو يري صلى الله عليه وسلم فيسمعها مسترق السمع وحا مقلي كلمة دي ملائك تكوة هدلي دي شياطين تمقل كدفا شياطين تو اسكريانو النبي صلى الله عليه وسلم هو اسكريان متمدو ساري متك الى اي سمد كو دوادان مركاس اي سمد كو دوادان اي سمد كمقليان قولكي متك كره مركو مقلو فيلقيها الى من تحته كان كهوسه كلمه اطوره ولي ورصاص الى يدي كغرسي انت غنتار سو دخي الا غنتا لا وديارسان وادركتن waxaa weeyaan marka samada waxa weeyaan xidig wala wala ala soo jeedin quraanka sariix u cadeeyay shayaadintaas kalmadda geysayda lagu tuura nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa dhici kartay kalmaddi asagoo u dhiibinkii ka hooseeyay in lagu dhufto gantaal oo gubto oo san kalmaddi ba geeyay iyo waxa dhacda markuu tuura kadib inay ku dhacdo labaduba waa dhici kartaa labaduba waa dhici kartaa asagoo diibay oo meeshii taagan inay ku dhacdo laakiin kalmaddi waa tan intaas ibliis wuxuu maray shaydaan fiil kalmadda nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam midba mid suugu dhiibayo hatta yulqiha ala lisaani saahiri awil kaahid midka ugu hooseeya inta ordo oo dadka sixroolayaalka ah dadka kitaab gaabloyaalka ah ee wax sheega dadkaas arabkoodu ku ridaa weeyahay saasa dhacayna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kelimadaas marka loogu rido bis kelimadii waa sheega sidii u noqor boqol beenood ma ku dara midkan kitaab lawa la subax kasta waa fay shay adiga saas weey adigana waa saas adigana halkii kelimadaha qof ahile nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam fa yusaddaqu bi tilka kalima allati sami'a min as-samaa kalimadii uu sidii u sheegay sidii u dhacay dadku marka shaydaan illa ninka ciidan waa dadka kalimadii ka faay hebel maalin heblu saas yiri sidii ay u dhacday
والله أنا كاد جاي سمح مأوجة ها إسكت أنا جا كأوجة كلمة داسة فافاي بقول كي بينات أو أكو بري فافي مايا ما له بلوسي داسير بيني نقط ما له بلوسي داسير بيني نقط حلف بيما فافي مايا دك والله حيلها لا ياب كله لكن حال فافينا حال كي مر هاي هون تاي نقط مر كاسة دك وساس ومن كاسة من كاس وح مأوجة أنا كاد جاي سمع ما له بلوسي داسير خلاص ها من كان دولا على الشقي نعم وارون تدولا على الشقي لكن وكما وشياطين آه شياطين وارون تدولا لكن دولا شو ما حلو بيقول هل كلمة بيع هل كلمة مرصاد ضفان سو ما جديد مارك حتى إذا في سعنا واساس وحديث كاسنا بيكون فصير ما هذا بيكون فصيرنا وحويا إذا جاء النهر الله بطل النهر معقل إذا جاء الأثر وهذه حديث آية فصيرة أوجد بطل النهر اجتهاد كوابري معني هرنا بيكون فصير ما وهو على العلي والله سرقين تبضان وقرين تبضان الكبير وأن الله وين كبضا والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.